professor Konyashi. Olay professor Konyashi. يلا بخاطر. سهلة تفضلوا تفضلوا يا ميت. اهلا وسهلا تفضلوا. وضح يا خالتي ما نام الليل، ابغاك ترقيه مثل امس. خير ان شاء الله. هاتي لي شو. تفضلوا. اسم الله اسم الله اسم الله. تفضلوا تفضلوا ارتاحوا تفضلوا. حي الله الغالي، حي الله اخوي ابو وضاح. الله يخليك يا ابو نمر، تسلم. هاي اخوي عسى ما شر. والله يا شيخ وضاح بدي اروح على الشام. متى؟ يعني بالوقت الحاضر. وليه تبي تروح الشام؟ يعني عندي هيك شوية أشغال هيك لازم أعملها. وش الأشغال هذه يا أخوي؟ قل. يعني بدي أروح أجيب مصاري وأرجع. ليه أنت محتاج فلوس؟ لا والله مالي محتاج. أجل ليه ودك تروح؟ أنا ما كنت أفكر أرجع الحارة بحياتي لأني صرت واحد من عربكم. إيه بالله يا أخوي وعز بعد. يعني فلازم أنا أتحمل معكم. وش تتحمل يا ابو وضاح؟ يعني لازم ادفع مشان الصلحه مثلي مثل غيري. سامحك الله يا اخوي، لا تشغل بالك بهذا الامر، الخير كثير والحمد لله. سامحك الله. يا ميمتي الولد مملوع. ها وش يعني مملوع؟ يعني في حدا حامله بعجله. هذا انت يا فضه؟ لا بالله يا عمتي، لا يا عمتي، هذا ابوه ما يراعي ابد يومي يلعبه. يلا يا بنتي خدي رضعي واستهدي بالرحمن. بسم الله يا قلبي. قومي يا العنود رضعي بالشق. يلا خليكن عنا. لا يا خيا الحين بو نمر يطلبنا ما يلقانا. يلا يا فيصل قوم. لا عني باقي لي عن جدتي. تشكل قاسي ان شاء الله. خلص خليه عندي. زين لا تعذب جدتك. ها لا تنسى يا خالتي أبغاك اليوم تقمني لي قصة شاهر إن شاء الله. يلا نسلم عليك. مع السلامة. مع السلامة. جوعان يا ستي؟ أنا اسمي فيصل ما هو بستي. ستي يعني ستك. من هلأ ورايح بصير تنادي لي يا ستي. لا أنت جدتي. جدتي جدتي يعني ستك. ستي يعني جدتي. لك تأمر قلبي إن شاء الله. Oh!
لك تضربي انت واللي جابوكي مثل قفة الهف. كان ناقصني انا بلاوي، عايفة حالي. خلي الابري وتيسري، روحي يلا كملي طبخ قبل ما تغيب الشمس. ايه يا مو؟ خير يا مو؟ لك يا مو عجل لك المشترات هالبيت وبيعه على الحارق. والله وغوشتني من قصة وضاح لمقوى ليقوم يطلع من الحبس ويرجع على الحارة. يا أمي أنا قلت لك إيش كان رجع؟ إيش كان رجع؟ بقى أنت اطمني وحطي إيديك ورجليك بمي باردة. الزلمة محبوس مؤبد وبكرة ألا ما يعدموه ويريحونه منه. لك هذا وضاح تنح وراسه يابس، يعني بكرة ألا ما يعمل له شي حكاية بالحبس ويعدموه ويريحونه منه إلا ما يقتل له شي قتيل. أنت أكرم من الله. إلهي إلهي وأنت جاهي يعدموك يا وضاح ويريحونا منك. ستي يا ستي. يا عيون ستك. هو يقول ستي؟ إيه لكان أنا علمته إياها. شو بدك تقبرني؟ أريد أبني بيت من حجر والطين. قولوني يا فضة جيب لي مية. من الحجر والطين؟ وإله تبنيه من الحجر والطين؟ بيت الشعر أخير منه. لا بيت الحجر أخير. حياة البدو ما عجبته، يريد يصير حضري. يا مو خليه يظهركني معك خير. يا مو وضاح ركب اخوك رماح معه. يا مو هلا بيقع الموظف. الموظف علامتش يا خيا، عسى ما شر. سلامتك تقبريني، ما في شي، بس تذكرت ولادي وقت كانوا صغار. اذكري الله يا خيا، اذكري الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. روح تقبرني، روح كمل لعبك. حكيت هيك شي بنو؟ بلا انت حكيت هيك. يا كذب يا وعري، لحظة تضربني ولك بدل ما اخمون صار عبتك. بحسب الله ما خلاك لك ايما كيف حبيبي سريجة لا انت لا عزيزي بشكلك يضربوني. وين شارت حبيبي؟ فكر بالدنيا.